استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة وكأس مصر، كما تستضيف ملاعب وادي الفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة كأس مصر، وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة، حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الأوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية، فضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة وأسطبلات مجهزة لإيواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول. المكان ده يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها. المكان مش بيعمل على أرض الأراضي بتاعت الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس، بل إن هو كمان في فنادق متاحة إن الفرسان يقيموا فيها، بيعمل على راحة الفرسان والخيل. وزارة الداخلية مقدمة أحسن أداء من حيث الاراضي والتجهيزات ومن حيث برضو الاسعافات، لان الاسعافات دايما جاهزه وفي دكتور دايما واقف معانا في الارض في اخر الارض. جوده الارض احنا الحمد لله ده المكان ده من احسن الاماكن اللي في مصر، وبالعكس ان هو يعني هو مش في مصر بس، ده على مستوى العالم كمان، ان هو مجهز على اعلى مستوى، الاراضي مجهزه على اعلى مستوى وبتدي الفرصه للفرسان انهم يؤدوا احسن ما عندهم. ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمرارا للنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعدا لاستضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا وإسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة. المكان طبعا مجهز على اعلى مستوى ان هو يستقبل كل النوادي انها تبقى موجوده هنا في النادي، الاراضي مجهزه، الاسطبلات على اعلى مستوى، الاراضي نفسها، الاراضي التسخين، اراضي المباراه، وطبعا ده كان واضح جدا لما استقبلنا تصفيات كاس العالم في شهر واحد. خدمات نفسها المكان كله بيكون على اعلى مستوى تمام، وكل الناس بتحاول تساعد يعني باعلى قدر ممكن ان هي تساعد بيه بحيث ان المكان البطوله نفسها تبقى خارجه بشكل لائق جدا. يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أي بطولة فروسية تقام على ملاعبه، إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي.